زي ما انتم عارفين في قاعدة محمد النجيب العسكرية. في القاعدة بيتم زراعة 1300 بيت زراعي، هنا بيتم إنتاج الشتلات الزراعية، بنتكلم في شتلات طماطم وخضروات، وبالتأكيد دي ليها أهمية خاصة للزراعة المصرية. هنا بيتم فرز وتعبئة المنتج زي ما احنا شايفين، منتج صحي وآمن ومطابق للمواصفات العالمية، بالتأكيد منتج على أعلى مستوى ويستاهل ان هو يمثل مصر في الخارج.